through. They've got to hit us. خلصت عليك. الطريق سالك، يلا. اهلا، اعتقد ان القنابل جزء من خطه هروب ويلي. شكلهم محبوسين. روح وراهم وهندور على القنابل. الحقونا اي حد. في ناس محشوره بسبب الانفجار. لازم فضوا المكان، اخلوا المبنى حالا. محتاجين لهم. سمعت ناس تاني من هنا. على ايه؟ سبايدرمان، مش بنتحرك، متحاصرين. هرفعها ولما تتحرروا اخرجوا. لو قادرين تمشوا ساعدوا المصابين، اتفقنا؟ تمام يا ويلي، جاي لك في الطريق. سبايدر مان، انا يوري. ايه الاخبار يا كابتن؟ مش الاحسن، الطيارات بتاعتنا اتهاجمت، اضطرينا نفوت اخر طياره. لو فتك جت طياره مش هنقدر نمنعها من الهبوط. ومحدش هيلحقه لو طار بعيد. انا ليه حاسه ان هو ده اللي كان بيخطط له طول الوقت؟ عشان يمكن ده صح. قرف. يوري، ابعتي الإسعاف هنا بسرعة. بنحاول. حاسبوا. كفاية قوي منك. صواريخ تاني؟ ده تبذير، مش شايف كده؟ للصواريخ مثلا؟ مستحيل يا صاحبي، ما تخليهوش يرص في الهواء. مسكتك. غريبة، ازاي فريق القنابل عدى ده؟ هدي نفسك شوية، في كفاية للكل. هعلمك حاجة. أوقفك عند حدك. بطل حقيقي فعلا. غريبة، إزاي فريق القنابل عدى ده؟ هدي نفسك شوية، في كفاية للكل. أبوظ لك يومك. هنعلمك حاجة. تعال يا رقاص. تمام، الأوضة أمان. المفروض فريق القنابل قدامنا. أتمنى يكونوا بخير.
كويسين؟ احنا كنا لسه هنطلب الدعم حالا. انا الدعم؟ ورينا الطريق، هنكون وراك على طول. انتبه يا زعيم. طول الوقت؟ طيب دلوقتي الفكرة دي مش هتخرج بره دماغي. يعني خطتكم ما نجحتش، يبقى الخطة التانية الضرب في الوش. يا يوري، بعض رجالتك اشتغلوا لمصلحة فيسك. الخبر الحلو انهم دفاع ويلي الاخير. انا دلوقتي برا مكتبه. خلص عليه حالا بكل سرور. تكتب مذكراتك؟ ما تنساش تكتب الشرطة بين سبايدر ومان. جهز الهليكوبتر، أنا مش هتأخر. أنا فعلاً منتهش إنك عملتها، بس غباءك هينتهي دلوقتي. أنت عارف إني لسه شايفك صح؟ نستحمل وقاحتك 8 سنين. ليه انا؟ ما كنتش تتعب نفسك. استنى فرصة مناسبة. تتحمر تاني. كمان حالا. ما اتعلمتش حاجة ابدا. استنى فرصة مناسبة. تتحمر تاني. تمام حالا. دلوقتي بتعمل ايه؟ ايه المشكلة يا ويلي؟ انت متعصب. انا هدمرك. هتأخرك. ده اداني فرصة. اداني فرصة. ما
قلتها؟ بتخسر يا ويلي. أنا ما لحقتش أحاول حتى. انت اللي طلب. دماغك بتلمع قوي. جامد جدا. أكثر من طاقتك يا ابني. مش المرة. كل حاجة فاسدة في المدينة دي. أنا كنت هقولك نفس الكلام. عارفين هتعملوا إيه؟ حصلوه. الكل انتشروا. مو حالا. قادر أوقعه. ما تهزرش مع كينج بيت. نسيبك. يا مزعج يا ممل. اهدى. الموضوع هيخلص قريب. يا اخي انتوا متربين على اتليت لوف. انت عاوز امرك يا اخي. اتشبكتوا عليا. ده فعلا سريع قوي. انا مش عايز اي اثار. هتموت زي ما عشت. وانا بديكم فلوس ليه؟ ابتدي على الارض راجل يا راجل. احنا مستعين. انا هشوف الموضوع بنفسي. اتمنى يكون عندك. الحلبي اتعملت من ايه؟ اغبية. اعلمك حاجة. Yeah.
حاجة ابدا. الفل يا هك، انا مش هبقى العدل. جرب معايا تكسر. كسروه. انت خلصت غلط. ما اتعلمتش حاجة ابدا. الكل يهجم. خد الضربة. بقول لك اقفل بقك خالص. سيبك لما نبوس بعض دلوقتي؟ يمكن بعدين. أخيراً هتروح سجن رايكر، ها؟ عارف انت هيكون لك اعداء اكتر مني هناك. كنت فاكر اني هبذل اي جهد علشان اخلص منك. اوب لازم امشي. هي حظ سعيد يا ويلي، حاسس انك هتحتاجه. غبي، انا اللي حافظت على النظام في البلد دي. شهر واحد، شهر واحد بس وهتتمنى ان ارجع من تاني. كينج بن رايح السجن، نهاية عصر. انا لازم احتفل ويمكن أخ...